مساء الخير. لقاء متجدد مع برنامجنا شؤون عربية، ومقاربة من كثير من التطورات التي تشهدها ملفات عربية مختلفة، وسوف نولي بالمزيد من الاهتمام من خلال وقفة حوارية التطورات في الشأن اليمني. أول المحطات اللي حنتوقف فيها مع حضراتكم التطورات الجارية في سوريا بعد ما تبعناه في الفترة الأخيرة من ضربة أمريكية بريطانية فرنسية، وربما هناك يعني ترقبات وتوجسات من أن يكون هناك امتداد لهذه الضربات على مناطق في سوريا على خلفية الهجوم الكيميائي، وكثير من ربما التوجسات من أن تخرج الأمور عن نصابها في هذه المرحلة، وأيضا تجدد للمطالبات بالتعاطي بشكل إيجابي مع الانقسامات حول ما سوف يكون عليه المستقبل القريب في سوريا. بعد مرور أسبوع من هذه الضربات العسكرية التي شنتها الدول الغربية الثلاث ضد مواقع سورية ردا على الهجوم الكيميائي المزعوم، أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن خبرائها أخذوا عينات اليوم من موقع الهجوم الكيميائي المفترض في مدينة دوما السورية في 7 أبريل الجاري. وفي غضون ذلك اتهمت موسكو واشنطن بتقويض مفاوضات جنيف بعد الضربة العسكرية على سوريا، بينما حذرت واشنطن الحكومة السورية من مغبة اللجوء إلى استخدام الأسلحة الكيميائية مرة أخرى، مؤكدة استعدادها لمواجهة أي تهديد يمثله الرئيس السوري بشار الأسد. وفي سياق متصل، التقى أعضاء مجلس الأمن الدولي في مزرعة معزولة جنوبي السويد في خطوة غير مسبوقة للمجلس الذي عادة ما يعقد جلسته السنوية للتعاطي مع كثير من الأزمات في نيويورك، ويتوقع أن ينضم إليهم الموفد الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي مستورة غدا الأحد. ما هو المتوقع بالنسبة للتطورات في سوريا في الفترة القادمة، ربما على خلفية الاجتماعات الدائرة في هذا الإطار على الصعيد الدولي وما أشرنا إليه ربما من ربما حضور مرتقب للموفد الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي مستورة في جلسة نيويورك، بالإضافة بالتأكيد إلى كثير من التلويحات بأنه في حال لم يلتزم النظام السوري سوف يكون هناك المزيد من الهجوم الوشيك على سوريا. معنا عبر السكايب من سوريا تاليد الصائب منسق عام تيار الغد العربي ينضم إلينا عبر السكايب من الكويت. أهلا بك. أهلا بك. كيف تتابعون التطورات في سوريا وما هو المنشود بالنسبة إليكم في هذه المرحلة في ضوء مطالبات بتخطي الانقسامات العميقة بشأن كيفية إنهاء الحرب في سوريا؟ طبعا لا احد يستطيع ان يخمن ما الذي سيحدث غدا، هناك كثير من المتغيرات على الساحه الدوليه وعلى الساحه المحليه في سوريا، الكثير الكثير سواء عسكريا او سياسيا. الان نحن يعني في تيار الغد السوري طالبنا مرارا بالحل السياسي للازمه السوريه، حل عسكري لن يكون هناك حل عسكري بكل تاكيد بسبب تشعب الصراع، بسبب وجود لاعبين دوليين كبار، هناك مصالح للدول المتصارعة، كل دولة تحاول الحفاظ على مصالحها، السوريين وحدهم من يدفعون الثمن، لا النظام ولا الدول التي تتصارع على الأراضي السورية، الشعب السوري وحده من يدفع الثمن، سواء من يقف في هذا الجانب أو من يقف في ذاك الجانب أو حتى من يقف في الوسط. نحن نأمل أن يعني تتمخض كل هذه الامور عن حلول سياسيه، عن حلول توقف شلال الدم السوري، توقف المقتله السوريه، لكن نتوقع هناك تصعيد عسكري كبير من النظام، هناك قرارات واضح انها اتخذت من قبل القياده الروسيه التي تسيطر على مقاليد الوضع في سوريا الى حد كبير جدا، هناك امريكا لها أيضا مصالحها، هناك تركيا، هناك بعض الدول الأخرى الإقليمية، ما نخشاه أن يؤدي كل ذلك إلى تقسيم فيدرالي أو كونفدرالي أو حتى تقسيم حقيقي على الأرض السورية، تحويل سوريا إلى جمهوريات، هذا ما نخشاه وما نحاول
نحن كمعارضة سورية وكبعض العقلاء حتى في جانب النظام، ولو أني أشك بوجود عقلاء هناك، نحاول يعني لملمة الموضوع ونحاول تجاوز. طب حدثونا عن العقلاء، يعني ما الآراء من وجهة نظركم المتوازنة للتعاطي مع هذه الأزمة بعد التداعيات الخطيرة التي تابعناها على مدار الأيام الماضية؟ سريعا بعد إذنك. يعني نحن نقول أن أساس المشكلة هو بشار الأسد. خرج الشعب السوري كله ينادي بإسقاط بشار الأسد. رجل واحد رحيله سيوقف مقتلة سورية كاملة. لماذا يصر العالم كله على هذا الرجل؟ يعني من ثوابت الثورة السورية أن يرحل هذا الرجل. إذا رحل بشار الأسد هناك الكثير حتى ممن حملوا السلاح، حتى ممن ينادون بالصوت باستمرار الثورة سيهدؤون وسيعودون إلى وسيقبلون بأي مفاوضات سلمية تعيد المهجرين، تعيد النازحين، توقف سلال الدم والمقتلة السورية. المشكلة الأساسية هي في تعنت بشار وفي تمسكية السلطة فقط لا غير، لا توجد لدينا مشكلة أخرى، كل المشاكل الأخرى يمكن حلها. وجود بشار، هناك الكثير حتى من العقلاء الذين يريدون وقف المقتلة بأي ثمن من جانب المعارضة لا يستطيعون قبولها تحت ضغط الآخرين، لا يستطيعون قبول أي حلول بوجود بشار الأسد. اليوم نحن وصلنا في مؤتمر سوسي أيضا، وصل العالم إلى أن يكون هناك دستور جديد لسوريا. إذا كان الدستور الجديد يضمن رحيل بشار الأسد فسيكون هذا إنجاز رائع جدا، إنجاز قد يكون هو بداية الحل في سوريا، بداية وقف المقتلة السورية، بداية كل الحلول الأخرى في سوريا، حتى منع تقسيم سوريا. هذا ما قد يكون البعض يرى بأن المسألة هذه المرة تخطت جدلية بقاء بشار الأسد في موقعه من عدمه، يعني بعدما تابعنا الهجوم الأمريكي البريطاني الفرنسي يعني على سوريا وما يثار حول استخدام الأسلحة الكيميائية، يعني قد تكون المسألة ذهبت أبعد من ذلك بكثير وفق ما يرتأي البعض. أشكرك جزيل الشكر السيد تاليد الصائب منسق عام تيار الغد العربي. نتحول إلى تطورات القضية الفلسطينية وتجديد للسفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور مطالبته الأمم المتحدة بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات أعمال القتل التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين الذين يشاركون في الاحتجاجات السلمية. كما طالب الاتحاد الأوروبي اليوم الجيش الإسرائيلي بالامتناع عن استخدام القوة ضد المتظاهرين العزل، ودعا في بيان له إلى إجراء تحقيق شامل في إطلاق النار الذي وقع بالأمس وأدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين من بينهم طفل خلال المظاهرات السلمية على الحدود الشرقية لمدينة غزة ضمن فعاليات جمعة الشهداء والأسرى. وينضم إلينا عبر الهاتف السيد واصل أبو يوسف عضو منظمة التحرير الفلسطينية. يعني بعد تحية، بالتأكيد التوجه إلى مجلس الأمن ليست هذه المرة الأولى ولن تكون الأخيرة لنصرة القضية الفلسطينية في نهاية المطاف. ما المعطيات الجديدة ربما التي تعولون عليها التي قد تحمل ورقة ضغط فلسطينية أو عربية فلسطينية للتعاطي مع تداعيات الملف الفلسطيني بعد التصعيد الأمريكي بقرار ترامب نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس واعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل؟ بالطبع نحن نسعى من أجل الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي مرة أخرى على العديد من القضايا. القضية الرئيسية والأساسية وهو كما أشار تقريركم أن الاحتلال يستهدف أبناء شعبنا الفلسطيني ويجري إعدامات بدم بارد على الشريط الحدودي، وهناك تظاهرات سلمية تجري من أبناء شعبنا الفلسطيني رفضا للقرار الأمريكي، رفضا لسياسات الاحتلال، تأكيدا على حق عودة اللاجئين والقدس عاصمة لدولة فلسطين، ويتم استهدافهم أكثر من 35 شهيد منذ الأسبوع الرابع على التوالي،
كما أشرت بالأمس كان هناك 4 شهداء، قبل ذلك كان هناك ما يقارب 10 شهداء، وهكذا كل أسبوع يمضي عدد من الشهداء من خلال استهدافهم، والعالم أجمع بشاهد أم عينه من خلال ما يتم توزيعه على وسائل الإعلام كيف يتم استهداف أبناء شعبنا الفلسطيني باستهتار وبدل بارد وبسياسة القتل وإمعان بهذه السياسة. لهذا الأمر نحن نسعى من أجل أولا توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة وعن طريق مجلس الأمن الدولي. نحن توجهنا برسالة لطلب توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني أمام هذا الاحتلال المجرم الذي يمارس كل عدوانه وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني، وأيضا سنسعى من أجل محاكمة هذا الاحتلال. ما الجديد من وجهة نظركم الذي قد يغير التعاطي الدولي مع الممارسات الإسرائيلية التي تنتهي كل المواثيق، ويعني هذه الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين العزل، ومع يعني التعاطي التقليدي أيضا، يعني التعامل التقليدي الأمريكي، ودوما الفيتو هو حائط الصد أمام استصدار أي قرار يدين مثل هذه الانتهاكات؟ ربما أن هناك أجواء الآن مختلفة عن ما سبق. أولا على صعيد القمة العربية ومبلورته من قضايا لها علاقة بالموقف بالدعم الموقف الفلسطيني سواء في المؤسسات الدولية أو على صعيد الواقع الفلسطيني من أجل إنهاء الانقسام كما تحدث الرئيس السيسي في حديثه أمام القمة العربية، أو على صعيد دعم وتوفير دعم وإسناد الشعب الفلسطيني في مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية. والأهم من كل ذلك هو رفض السياسة الأمريكية ورفض نقل السفارة ونفض اعتبار القدس عاصمة الاحتلال من قبل الأمة العربية جمعاء. إضافة إلى ذلك أن هناك أصوات الآن بدأت تخرج من الاتحاد الأوروبي وغيره على صعيد سياسة العدوان وما يمارسه الاحتلال من جرائم موصوفة، وشاهد العالم كما قلت بأم عينه كيف يتم الاستثار بحياة أبناء شعبنا الفلسطيني من خلال القناصة المنتشرين، وكثية يتم قنص أبناء شعبنا بإمعان وبدم بارد وبالمناطق العليا من السن بهدف القتل. وهذا الأمر الذي يندرج في إطار محاسبة هذه الجرائم. لذلك كما أشرت هناك مسألتين رئيسيتين، مسألة مجلس الأمن الدولي ومسألة محاكمة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية التي نغذي ببلاغات متتابعة ما يقوم به الاحتلال على هذا الصعيد من خلال جرائم يتم موصوفة يتم توثيقها. جزيل الشكر لكم السيد واصل أبو يوسف عضو منظمة التحرير الفلسطينية. تحت شعار التلفزيون نبض الأمة تحتفل جامعة الدول العربية بيوم الإعلام العربي الذي يوافق 21 من إبريل من كل عام. اختيار هذا الشعار لاحتفالية هذا العام جاء اعترافا من المجتمع العربي بالدور الرائد والكبير الذي يقوم به التلفزيون العربي في نشر وتكريس ثقافة إعلامية تنويرية تسهم في رقي وتقدم الفرد والمجتمع العربيين. ومن المقرر أن يتم تنظيم الاحتفالية الرئيسية لتوزيع جوائز التميز الإعلامي على هامش اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته 49 التي ستعقد يوم 9 مايو المقبل، ويتم خلالها تكريم العديد من الوجوه الإعلامية العربية المتميزة. وينضم إلينا للمزيد من متابعة المستشار فوزي الغويل مدير الأمانة العامة لمجلس وزراء الإعلام العرب. يعني بعد التحية سيادة المستشار، بالتأكيد يعني يوم له الكثير من الدلالات عندما نحتفي بمسيرة الإعلام العربي وجهد تنويري ووطني مبذول على الأصعدة كافة. يعني كيف تتوقفون عند هذا اليوم ويعني احتفالية التي سوف تقام المرتقبة يوم 9 مايو اللي حيتم من خلالها تكريم عدد من الكوادر الإعلامية العربية المتميزة؟ أولا أسعد الله مساءك ومساء كل المشاهدين. أهلا بك. يعني الجامعة العربية يعني تسعى بكافة مكوناتها للاحتفاء بالإعلام والإعلاميين. هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي يتم الاحتفال بها بقطاعات مختلفة. العيد الأول تم الاحتفاء بالصحافة المطبوعة، العام الماضي تم الاحتفاء بالإذاعة المسموعة الراديو، وكان يعني تكريم إذاعة صوت العرب يعني من ضمن أهم الفعاليات التي تمت خلال هذا الاحتفال. السنة يتم الاحتفال بالتلفزيون، يعني وهذا يؤكد دور التلفزيون. نحن سنقف عند أهمية دور الإعلام الذي أصبح
الآن يمثل أحد أهم وسائل التأثير. التلفزيون الآن يعني وسيلة مهمة جدا للتنوير ولمواجهة الأفكار الهدامة، ويعني التلفزيون أصبح الآن نافذة من العالم تطل على كل تعظم التحديات. بالتأكيد تخطى الإعلام دوره التقليدي في هذه المرحلة. نعم تجاوز الدور التقليدي. تم خلال الأيام القليلة الماضية اجتماع لجنة التحكيم لنيل جائزة التمييز الإعلامي في مجال التلفزيون. طبعا اللجنة مكونة من المملكة العربية السعودية، دولة فلسطين، دولة الإمارات العربية المتحدة، جمهورية العراق، الجمهورية اليمنية، جمهورية السودان. هذه الدول أقصد أنها هي التي تقدمت بمشاريع لأعمال تلفزيونية للمشاركة في الحصول على جوائز. في كل الأحوال يعني أنا ربما لن أتجاوز مسألة الإعلام بالكامل عن الذين تم اختيارهم إلى أن يتم الاعتماد، ولكن بإمكاني أن أتجاوز وأقول بأن الراحلة الكبيرة السيدة أمال فهمي ستكون على المكرمين تقديرا لمسيرتها الإعلامية التي يعني تستحق كل التقدير. سيادة المستشار فوزي الغويل، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. يبدأ رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح زيارة رسمية إلى المملكة المغربية غدا الأحد بدعوة من نظيره المغربي الحبيب المالكي لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين. وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بالحيق إن المملكة المغربية تولي اهتماما خاصا بليبيا كإحدى الدول العربية الشقيقة التي تعنى المملكة بالأمن والاستقرار بها، فضلا عن العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين. بالتأكيد نتحول إلى نظرة أكثر قربا لتطورات في الشأن اليمني. بالتأكيد تداعيات كبيرة على الأرض، أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة، والأصوات تتعالى بأن تكون الغلبة للتعاطي الوطني ودعم الصف الوطني في مرحلة مهمة وحرجة جدا تمر بها اليمن شعبا ودولة. بالتأكيد معكم في هذه الوقفة الحوارية، لكن بعد هذا التقرير. في الوقت الذي تعلو فيه الأصوات في العواصم الغربية مؤكدة ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية للصراع في اليمن وتبدي قلقا من تداعياته الإنسانية، يشهد اليمن أكبر كارثة إنسانية على مستوى العالم تتجلى تداعياتها في مرض سوء التغذية الذي يهدد الملايين في اليمن جراء الحرب التي تخطت عامها الثالث. بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن حذرت من التداعيات غير المباشرة للنزاع المسلح مؤكدة أنها تقتل أكثر مما تقتله العمليات العسكرية. الرئيس المنتهية ولايته لبعثة الصليب الأحمر في اليمن ألكسندر فيت دعا جميع أطراف النزاع للجلوس إلى طاولة الحوار لتفادي المزيد من ضحايا الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث أكد أن نحو 2000 شخص لقوا مصرعهم خلال الأشهر الستة الماضية نتيجة لتفشي مرض الكوليرا وانهيار الرعاية الصحية وانقطاع الطاقة الكهربائية عن معظم المدن اليمنية. وكان منسق الإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة قد أعلن لمجلس الأمن الدولي في وقت سابق أن أكثر من 22 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية. فمنذ تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن في عام 2015 لدعم القوات الحكومية التي تقاتل الحوثيين المدعومين من إيران، قتلت الحرب أكثر من 10,000 شخص وشردت أكثر من 2,000,000 ودفعت البلاد إلى حافة المجاعة وأزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم.
بالتأكيد دوما هي قائمة التحذيرات من التداعيات غير المباشرة للنزاع المسلح في اليمن، وكم المتابع يعني هناك الكثير من الملامح لانشقاقات داخل الحوثيين وحملة الاعتقالات والتصفيات لكوادر في حزب المؤتمر الشعبي العام، وفي ذات الوقت بالتأكيد تعويلات على دور المقاومة الوطنية في مثل هذه المرحلة التي تمر بها اليمن. كثير من المعطيات نحاول أن نقترب منها تفصيلا وتحليلا في هذه الوقفة الحوارية حول التطورات التي تمر بها الشقيقة اليمنية. ومعي ومعكم في هذا اللقاء الأستاذ محمد المخلافي الصحفي اليمني، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك وبجميع مشاهدي قناة. أهلا بكم. بالتأكيد هي فترة عصيبة وهناك تداعيات سواء ميدانية وليست بمنأى أيضا عن الأوضاع المأساوية والإنسانية وتفشي وباء الكوليرا وغيره يعني من الملامح المميزة للمشهد اليمني في الوقت الحالي. لو حنقترب بنظرة أكثر شمولية وعمقا لما يشهده اليمن في هذه المرحلة، ماذا تقولون؟ والله اليمن هو فعلا يعيش مأساة إنسانية كبيرة. جميع المنظمات الإنسانية تنادي بضرورة توقف الحرب. هناك مأساة إنسانية كبيرة في اليمن، لكن ربما ما يجهله الكثير أو ما يجهله الكثيرون أن اليمن وقع ضحية لمؤامرة إيرانية أرادت أن تمتلك هذه الدولة وأن تسقط عاصمتها، وفعلا حصل ذلك. يعني نحن في الأخير يعني لا ننكر الأزمة التي تحصل في اليمن، لكن من المتسبب في هذه الأزمة؟ من الذي أوصل البلد إلى هذه المرحلة المتقدمة من المآسي الإنسانية؟ نحن نقول أنه يجب على الجميع أن يعودوا إلى طاولة الحوار فعلا، لكن وفق ضوابط معينة يجب على الجميع أن يلتزموا بها، وهي القرارات الأممية والمرجعيات الثلاثة التي نصت عليها هذه القرارات، هي المبادرة الخليجية و مخرجات المؤتمر الحوار الوطني، وايضا القرار الاممي 2216. المبادره الخليجيه اليمنيون كانوا قد خرجوا من بدايه هذه الماساه ومن بدايه هذا النفق منذ 2011 عبر مبادره خليجيه احتوت هذه الدوله، لانها تعتبر عمق استراتيجي للدول الخليجيه. كان الجميع قد وافقوا على هذه المبادرة ووقعوا عليها والتزموا بها، ووصلنا إلى مراحل متقدمة وخرجنا بمشروع مخرجات حوار وطني الجميع يشهد لها، حتى مراقبين أو مراقبون مصريون حدثوني عن ذلك، قالوا لقد صنعتم مخرجات كانت كفيلة بأن تغير وجه اليمن إلى طوال عشرات السنين القادمة. لكن فجأة أتت ميليشيا من كهوف شمال اليمن واحتلت الدولة ودمرت مؤسساتها ودمرت مستشفياتها ودمرت مدارسها، واضطر الخليجيون عبر يعني طلب شرعي من رئيس الدولة الذي هرب من العاصمة السياسية صنعاء بعد حوالي سنتين من انتخابه، بعد إجماع وطني شعبي كامل، تفويض شعبي، مبادرة خليجية، اتفاق، كذلك دستور كان يعني سيقدم للتصويت الشعبي. نعم. هرب إلى عدن ثم قصف بطائرات جيشه، فأمر مؤلم جدا. حديثا عن صنعاء، كيف تنظرون إلى ما آلت إليه الأوضاع هناك وفي مناطق عدة أيضا، يعني في ميناء الحديدة وغيره من الموانئ، وفكرة التأهيل لأن يعني تكون يعني هذه الموانئ ومناطق محددة مؤهلة لاستقبال المساعدات الإغاثية والإنسانية الواجبة إلى محتاجيها من اليمنيين؟ التحالف العربي والحكومة الشرعية كانوا قد يعني خصصوا موانئ محددة في الخارطة الجغرافية اليمنية للسواحل اليمنية، سواء على البحر الأحمر أو على البحر العربي. لدينا سواحل تمتد
لأكثر من 2500 كيلومتر. معظم الموانئ اليمنية محررة. كما ذكرت سابقا التحالف العربي والحكومة الشرعية كانوا قد حددوا نقاط معينة موزعة، نقاط جغرافية سواء مطارات أو موانئ لاستقبال المساعدات الإنسانية من المنظمات الدولية وتوزيعها، واعتبار هذه المراكز مراكز توزيع لمختلف أو مختلف الجغرافيا اليمنية. لكن هناك إصرار دولي على أن لا تدخل هذه المساعدات إلا من ميناء الحديدة. هذه الخطوة هي مستغربة جدا من جميع المراقبين المستقلين ومن أيضا من الشعب اليمني، لأنهم يرون هذه المساعدات تسرق أمام عيونهم. يعني الكثير من الأهالي في الداخل يعني يشتكون ويعني يدركون طبعا أن هذه المساعدات تباع في الأسواق السوداء وأمام أعينهم. يعني شعب حرم من المرتبات لمدة سنتين كاملتين، وفي الأخير تأتي مساعدات دولية مقدمة أصلا مدفوعة الثمن من دول التحالف العربي الممثلة بالإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت وغيرها من الدول المشاركة في التحالف، وتسرق وتنهب هذه المساعدات وتباع لكي يستخدم العائد المادي لدعم استمرار الحرب. معادلة مؤسفة جدا، لكن هناك إرادة دولية لاستمرار هذا الوضع، ومما اعتبره الكثير أصلا من الحقوقيين ومن المراقبين بأنه دعم دولي لهذه الميليشيات للبقاء. في الآخر المنظمات الدولية والدول العظمى هي حريصة على بقاء اقتصادها القائم على تصنيع الأسلحة والمصانع العظمى للأسلحة، الأسلحة الثقيلة والصواريخ، وحريصة على استمرار وقود هذه الحرب. لكن اللافت أنه لا تخلو جلسة من جلسات مجلس الأمن عندما يتم التحدث عن التطورات في اليمن والمجهودات المبذولة لإغاثة اليمن، دوما بيسلط الضوء على هذه العمليات الإغاثية وفي ذات الوقت العقبات التي تحول دون إيصالها إلى مستحقيها. لكن ما من جديد على الأقل حتى هذه اللحظة؟ يعني لو أخذنا كعينة آخر جلسة لمجلس الأمن وتم تطرق لأكثر من شأن عربي وكان على رأسه بالتأكيد التطورات في اليمن، كيف تنظرون إلى التعاطي الدولي؟ وأيضا إشارة واجبة إلى أنها كانت أيضا على رأس القضايا التي تم التبحث بشأنها في القمة العربية التي تابعناها منذ أيام والتي عقدت بالمملكة العربية السعودية. التعاطي الدولي بالنسبة للدول العظمى والكبرى يعني هو لا ينحرف عن مصالح والمصالح الاستراتيجية لهذه الدول. في الآخر شماعة حقوق الإنسان وإعلان المنظمات للكوارث ولحاجة الملايين من الناس للمساعدات الإنسانية هي بمثابة إعلانات لجلب التبرعات وجمعها، لكن هذه الإعلانات الحقوقية والمنادات الحقوقية عبارة عن ورق تذوب في طالما لا تصل إلى مستحقيها، طالما لا تؤمن القوافل الإنسانية والإغاثية المتوجهة إلى هذه المناطق المتضررة فكأن شيئا لم يكن. الفكرة أن هذه الإعلانات الحقوقية والقواعد الحقوقية يعني عبارة عن ورق تذوب في أكواب زعماء الدول العظمى عند إعلانهم لأي حرب، عند المساس بالأمن القومي لهذه الدول. يعني أين حقوق الإنسان ما يجري في فلسطين حاليا؟ أين حقوق الإنسان عندما غزت أمريكا العراق؟ أين حقوق الإنسان عندما دخلت باكستان؟ أين حقوق الإنسان؟ كل هذه مجرد شماعات لجلب الأموال واستمرار الحروب والضغط على الدول. يعني نحن نعرف جميعا أن هناك ضغوطات كبيرة تمارس بشكل علني على دول التحالف والجيش الوطني لعدم دخول الحديدة وتحريرها، لأن ذلك سيحاصر الحوثيين ويساهم في تعجيل الحل العسكري على كيف الأرض. كيف يمكن استثمار التصدع في الجسد الحوثي والانشقاقات التي نتابعها ما بين الحين والآخر في صفوف الحوثيين، إضافة إلى ذلك ما أشرنا إليه أيضا من حملة اعتقالات تطال شخصيات مهمة في حزب المؤتمر الشعبي العام؟ يعني هذه الحالة من الاضطراب، يعني كيف على الأقل في صفوف الحوثيين، لأنه هو المستهدف الآن باحتواء والقضاء على ما يثيره من قلاقل، يعني لدعم
اليمن بشكل أكبر ودور المقاومة اليمنية في هذا الإطار؟ ميليشيا الحوثي وصنعاء قبل 2 ديسمبر ليست كما بعدها. نحن نعرف الانتفاضة التي دعا لها الرئيس السابق علي عبد الله صالح وانشقاقه أو بالأصح إعلان الحرب على ميليشيا الحوثي في هذا التاريخ. ميليشيا الحوثي بقتله يعني بشهادة الجميع ربما بمن فيها من الروس أنفسهم الذين كانوا متواجدين دبلوماسيا في صنعاء ويعطون نوع من الدفعة المعنوية للانقلابيين في صنعاء كان خطأ كبيرا. خسر فيه الحوثيون أولا عسكريا ثانيا شعبيا لأنه كانت هناك الملايين ممن نراهم في ميدان 70 يحتشدون عندما يدعوهم الرئيس السابق من أنصار المؤتمر الشعبي العام. كشفت أيضا أنها الميليشيا كشفت أنها لا يمكن أن تكون محل ثقة لأي طرف من الأطراف. إذا كان الطرف الذي كان شريك معها في جميع الخطوات التي حصلت في صنعاء وجميع يعني جزئيات الانقلاب غدرت به وقتلته بدم بارد لمجرد خلاف سياسي أو خلاف على بعض المربعات، فما بالك يعني أطراف عدائية تعلن حربها على ميليشيا الحوثي. لذلك نحن نقول لا يمكن التفاوض مع هذه الجماعة، وربما آخر من عرف هذا الكلام هم قادة المؤتمر الشعبي العام وهم كما تقولين يتعرضون حاليا للتنكيل وللسجن وللملاحقة وللطرد من الوظائف وجميع أنواع التنكيل. فهذه الميليشيات يعني ربما هذه رسالة للأمم المتحدة، نحن لا نعتب على المبعوث الأممي الجديد تحركاته في اليمن من أجل الوصول إلى ربما مفاوضات جديدة، لكن هو في البداية كنا تفاءلنا بتصريحاته أنه لن يبدأ من الصفر، وهذا ما كان يصيبنا بالإحباط أنه كلما بعث مبعوث أممي جديد يعود إلى مرحلة الصفر وإلى المربع الأول ويبدأ يتعرف على الأطراف، ومرحلة طويلة ربما تستمر لمدة سنة حتى نصل إلى مفاوضات وإلى جلوس على طاولة الحوار. فقال أنه لن يبدأ من الصفر، فقلنا يعني هذا شيء إيجابي بأنه ربما سيطلع على ما حصل قبل ذلك ويتعظ مما حصل جمال بن عمر وإسماعيل ولد الشيخ. لكنه في التصريح الأخير ربما أخطأ خطأ كبيرا بأنه عندما قال بأنه يجب على جميع الأطراف الجلوس على طاولة الحوار دون أي شروط، دون أي شروط أنت بذلك تخالف قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة بأنه هذه الجماعة انقلابية، بأن هذه الجماعة احتلت الدولة، بأنها احتلت أو استولت على السلاح، يجب عليها أن تسلم كل ذلك وأن تلتزم بالقرارات الدولية، ولا أنت كمبعوث أممي تخالف قرارات مجلس. هي طالما قطعت جولات الحوار وحتى عندما تحضرها بيكون الرغبة والإرادة في إفشالها سابقة يعني لأي حضور للحوثيين في أي تفاوضات. لكن في رأي دوما بيكون مصاحب لأي اجتماعات من هذا القبيل تجرى أن من الصعب جدا يكون أحد الأطراف المفاوضة هو الطرف الذي يمارس العنف، يعني هو العدو الداخلي في الدولة اليمنية. إلى أي مدى تتفقون مع هذا الرأي؟ قضية أن نسمي ميليشيا الحوثي بطرف من الأطراف هي قضية أعتقد إعلاميا مصطلح غير صحيح البتة. يعني هل يمكن لنا مثلا هنا في جمهورية مصر أن نسمي مثلا الميليشيات الإرهابية في سيناء؟ هذه الفكرة أنه بيكون طرف مفاوض لكن في ذات الوقت يعني هو يمارس العنف. السؤال الذي يطرح نفسه هنا أنه هل يمكن لمبعوث أممي مثلا أن يدعو مثلا الجيش المصري لأن يجلس مع جماعات إرهابية على طاولة الحوار؟ لا يمكن ذلك طبعا. هذه جماعات خرجت على الدولة، وإن لم تؤدبها الدولة وتقضي عليها فلا قيمة أصلا لوجود هذه الدولة. ونحن نقول بأن هذه شرعية أجمع عليها كل اليمنيين، أجمعوا على وجوب عودتها، على وجوب عودة الدولة، وهذا مطلب اليمنيين بلا خلاف، مطلب جميع اليمنيين حتى سكان صعدة نفسها وهي معقل الميليشيات الرئيسية. نحن رأينا في الفترة الأخيرة قبائل من مأرب
كانت تنفر من الدولة، تطالب حاليا بعودة الدولة أكثر من المدنيين أنفسهم. هناك تتوق وهناك رغبة شديدة من قبل جميع اليمنيين، الأميين، القبائل، المتعلمين، المدنيين، القرويين، الفلاحين بعودة الدولة وعودة مؤسساتها، وهذا هو حلم اليمنيين. وللأسف أصبحنا نطمح بأن نعود ربما لمرحلة ما قبل 2011. ومهم جدا يكون في آليات محددة لمواجهة التحديات الأمنية يعني اللي بتعتبر عقبة مهمة جدا بتواجه اليمن في هذه المرحلة. ينضم إلينا عبر الهاتف سيادة اللواء محسن خصروف، مدير دائرة التوحيد المعنوية بالجيش الوطني اليمني من مأرب. تحية لك سيادة اللواء. أهلا وسهلا بكم. أهلا بكم. مدير دائرة التوجيه المعنوي. التوجيه المعنوي، عفوا. كيف يعني تنظرون إلى الأدوات الكفيلة بمواجهة الحوثيين في هذه المرحلة، وخاصة وأن يعني كثيرون يرون بأن يعني شوكتهم قد بدأت تنكسر بعد الانشقاقات التي تابعناها في صفوفهم، وأن هذا الوقت ربما أفضل من أي وقت مضى لأن يكون هناك يعني أبعاد أكثر حسما في مواجهة الحوثيين لاحتواء ما يقومون به من اضطرابات في اليمن، بالتأكيد تصعب أي مسار يعني إعادة بناء واستقرار اليمن ليعود إلى ما كان معهودا عليه من ثقل في الماضي. شكرا جزيلا. تفضل. هو الحقيقة الحوثيون في هذا الظرف يتجرعون هزائم نكراء في كل الجبهات، شرق وشمال وغرب ووسط اليمن. الجيش الوطني اليمني في المناطق التي لا يوجد فيها إلا الجيش الوطني يلقنهم دروس غير عادية، ويخسرون فيها عشرات القيادات العقائدية ذات الأهمية بالنسبة لهم في المناطق التي يتظاهر فيها الدور الشعبي مع الدور العسكري الخالص كالبيضاء وشبوة. كان للمقاومة الشعبية المتظاهرة مع الجيش الوطني أيضا دور مهم، وهزموا فيها الحوثيين هزائم موجعة في عسيلان وفي بيحان وفي كثير من المناطق. الآن في منطقة البيضاء تمكن الجيش الوطني بالتعاون مع المقاومة الشعبية من أبناء مراد وقيفة وشبوة وكثير من المناطق من أبناء البيضاء من السيطرة على منطقة قانية بالكامل، واتجهوا من قانية إلى مرتفعات أخرى مثل مسعود والمسعودة، جبل مسعودة وجبل العر يعني، ويتجهون إلى مناطق أخرى مثل العرجاء وصد السالم صد غانم وكثير من المناطق المتاخمة البيضاء المرتفعين الأخيرين يقع بين محافظة. كيف تنعكس هذه التطورات الميدانية على الصعيد السياسي اليمني؟ طبعا بالتأكيد يعني الصعيد السياسي اليمني بالنسبة للعملية السلمية، إذا كنت ترمين إليها العملية السلمية، أصبحت بالنسبة لنا عملية تشبه السراب لسبب بسيط، وهو أن الدولة الشرعية قد عرضت مشاريع متعددة وقدمت الأمم المتحدة استعدادات واضحة على لسان وزير الخارجية الحكومة برئاسة الوزراء الدكتور أحمد عبد المنتظر رئيس الجمهورية، نفسها الرئيس عبد الرب المنصور هادي وكذلك نائب الرئيس، وكل القيادات السياسية والعسكرية أبدت استعداد للتعامل مع العملية السلمية بشكل إيجابي على أساس المرجعيات الرئيسية الثلاث: المبادرة الخليجية وآلية المزمنة، مخرجات الحوار الوطني، القرار 2216. وهذه في مجموعها تهدف إلى وجود أو إلى استعادة حالة التعايش والتعاون والاعتراف بالآخر والتعامل معه وقيام الدولة يبقى المدنية. هذا الحديث عن المرجعيات الثلاث وهي بالتأكيد يعني توضع في الاعتبار الأكبر، لكن لا يوجد قوة إلزام بها للأسف الشديد حتى هذه المرحلة. أشكرك جزيلا سيادة اللواء محسن خصروف، مدير دائرة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني اليمني من مأرب. أعود إلى ضيفي أستاذ محمد المخلافي. يعني أستاذ محمد، المبعوث الأممي، دور المبعوث الأممي إلى اليمن يعني، وهناك بالتأكيد دورة جديدة ومبعوث أممي جديد إلى
اليمن، وإن كان يلازم مهمته دوما تهوينات مما تسهم به المنظمة الدولية لحل كثير من القضايا التي تبقى عالقة في اليمن. قراءتكم في البداية اسمح لي قبل أن أعرج على سؤالك، كنت أتمنى على ما تفضل به كنت أتمنى من اللواء محسن خصروف أن يذكر أيضا الانتصارات التي حققتها قوات المقاومة الوطنية والتي تشكلت بشكل مستحدث في الساحل الغربي بقيادة العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح. هو ربما أكثر مني معرفة بالتفاصيل العسكرية على الأرض بحكم خبرته الطويلة في هذا الجانب. أقول في هذا الجانب أننا بحاجة كيمنيين، وهذه رسالة للجميع المستمعين، أنه إحنا فعلا كيمنيين بحاجة إلى تصالح جميع القوى الوطنية، جميع الأحزاب الجمهورية بين قوسين الجمهورية التي تسعى إلى هزيمة هذا المشروع وعودة الجمهورية اليمنية وعودة الدولة. حقيقة نحن كيمنيين ربما لنا خلافاتنا، ربما تشكلت الكثير من الخلافات بعد ثورة 11 فبراير، لكن بهذا المشروع الطائفي الكهنوتي من المفترض أن تذوب جميع الخلافات، مهما بلغت هذه الخلافات ومهما يعني تسببت المعارك من دماء، لكن نحن نعيش كابوس يجب علينا أن نتعاون جميعا لكي نصحو منه. ليس من المعتقى، ليس من الصحيح أن تظل يعني مثل هذه التشكيلات الوطنية أو العسكرية دون احتواء من الشرعية اليمنية أو من بقية المكونات السياسية. نحن بحاجة إلى أن نكون ضمن خندق واحد كي نستطيع أن نستعيد هذه الدولة التي نهبت منا دون يعني إدراك منا بخطر هذا المشروع الكهنوتي. بإذن الله لن تختطف أبدا اليمن، يعني التصالح الذي هناك إصرار على إعادتها. التصالح الذي حصل مع الملكيين في ثورة 26 سبتمبر جعل هذه البذرة الخبيثة تنمو داخل الدولة إلى أن يعني أصبحت جسدا قويا واستلقف هذا المشروع الإيراني وأصبح خنجر في الجسد العربي وفي يعني موقع استراتيجي مهم لجميع الدول العربية، خنجر في ظهر الخليج، خنجر في أهم الممرات المائية الدولية، وخنجر في الممرات البحرية التي تؤدي إلى قناة السويس. والمهم أن يتم اقتلاعها من جذورها حتى لا يعني تعيد إنتاج نفسها من جديد، يعني كما عاهدنا بكثير من من يمارسون الإرهاب في أكثر من ملف. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد المخليفي الصحفي اليمني، شرفت. شكرا. أشكركم مشاهدينا الكرام، بالتأكيد جولات عربية مقبلة في نفس الموعد وبرنامجنا شؤون عربية الأسبوع القادم بإذن الله. إلى اللقاء.